السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. أنا عندي ابني عنده 26 سنة. الله يوفقه ويوفقك يا رب يا رب إن شاء الله. حضرتك أنا عاوزة أقدم له في الشقة اللي هي الشقة في المنصورة اللي بياخده بدفع يعني. الأحسن ما تقدميش إذا كنت تستطيع الاستغناء. شقك الإسكان يعني. الله يسلمك. هو عنده 26 سنة وأنا ما عنديش مكان أجوزه فيه. ما يسكن، يسكن زي الناس تسكن. شكرا. بس أنا خايفة يكون فيها حرمانية. ما فيها حرمانية، بعيد عنها. شكرا. الله يبارك فيك يا والدة. والسلام.